اهلا وسهلا اخوتنا الاعزاء، تحياتي لكم. مولدا طلب لي الديكو ديال الجوانكو والنيو فو بلافو فو صداع. المهم انا وريتكم شتو التصويره في الاول. المهم دابا هادي هو صداع قبل ما تبدا. هاكي كانت، كان فو بلافو قديم، ديك الزواقة القديمة قال لي عاودها. طيحت فو بلافو عليها، بقى مباقع بحال هكا. وانتم كما كتشوفوا يلا بديت، يلا بديت كنلصق، لصقت في جوانكو، لصقت في جوانكو النيو، النيو بلاصة داك الضو اللي كيسميو الإنارة مخفية، كلها وشنو كيسميوها على حسب الدول وعلى حسب كل مكان. المهم أنا بديت يلا لصقت جوانكو النيو، فهمتيني، بديت جوانكو النيو. المهم دابا نوريكم كيفاش تيكون النيو من الداخل ديالو. هذا هو النيو اللي تدير فيه الاناره مخفيه او الضو مخفي، وخاصو يكون ميزان وغادي مسطره كما كتشوفوا. والمهم الخوت، انا بديت كنلصق في الماده الثانيه، لصقت الماده الاولى حطيت ستفت البلايك، انا بديت كنلصق في البلايك يعني في الماده الثانيه، وشويه بشويه انا غادي كنوريكم الديتاي ديال الفيديو. أهم شيء الله يعطيكم السلامة، ما تنسوناش بالاشتراك ودعموا أخوكم باش كل فيديو جديد يكون من نصيب ديالكم. وأي سؤال الله يعطيكم السلامة، أي سؤال أنا تنقولها لكم في كل فيديو، أي سؤال كيتسولوا سولوني أنا موجود. واللي بغى يسول، باغي يتعلم، باغي أي حاجة اللي قدرني الله راه غنديرو كما كتشوفوا. المهم أنا غادي معاهم كل فيديو، يعني اي حاجه تنديها ليكم، ليكم صراحه هي هذه. تحياتي لكم كاملين. دابا يلا سديت البلافون، ضربت جوج مادات، جوج صفوفه، وضربت حتى داك الصف الصغيره في الوسط، يلا سديتو كما كتشوفوا. اشنو بقى ليا؟ بقى ليا الفينيسيون، الطالوش، انا كنسميو الطالوش، كل شنو تيقول له الطالوش، تلباس على حسب المدون. ومن يلا فينيتو، شوف كي جا خوتنا العزاز. المهم الفينيسيون كاين، تشياع الميزان، لا شيعتي المادة غادا طويلة، والفينيسيو أهم شيء هو الفينيسيو. هذا مكان، وتحياتي واحتراماتي لكم جميعا. وهذه تتمة الفيديوهات السابقة، إن هذه هو الصداع كما قلت لكم في الأول. أنا كنوريكم الكمالة، وهذا واحد الفندق هو اللي تيعزل بين الكولوار والصالة، وهذا كيعطي عنده جمالية خاصة. وانا كما قلت لكم يعني تتم الباطمة كاملة، الصالة الكبيرة واللي وريتكم ما قبل، هذيك هي الصالة الصغيرة. اسيدي تحياتي لكم واحتراماتي للجميع، اللهم يسر، سينوني فيديو اخر ان شاء الله وما يكون الخير، اللهم يسر. احتراماتي وتقديري لكم جميعا.